من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشيع عن شكره وتقديره الكامل لمصر على ما تقدمه من جهود وتسهيلات عبر معبر رفح البري ضمن ظروف استثنائية. وفي كلمته أمام مؤتمر باريس بشأن غزة أشار الشيع إلى ضرورة الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في كامل أنحاء قطاع غزة. كم فلسطيني يجب أن يقتل حتى تقف الحرب؟ هل 6 أطفال كل ساعة كافي؟ هل 4 نساء تقتل كل ساعة كافي؟ هل 10,000 قتيل في 30 يوم كافي؟ أكثر مما قتل في أوكرانيا في 530 يوم؟ هل جرح 25,000 إنسان كافي؟ قد يموت بعضهم بسبب قلة الدواء؟ هل شهر بلا دواء أو ماء أو كهرباء أو مأوى كافي؟ هل تدمير 240,000 وحدة سكنية كافي؟ سيد الرئيس ماكرون، الحضور الكرام، طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني لم تبدأ ب17. طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني عمرها 75 سنة في مخيمات اللجوء وفي الشتات وفي الضفة الغربية والقدس وتحت الحصار والحرب في قطاع غزة. الأولويات بالنسبة لنا واضحة، بحاجة إلى إنقاذ الجرحى وإيصال الدواء والماء والكهرباء، والاهتمام بأن هناك أوبئة قد بدأت تنتشر من رائحة الموت. أكثر من 1,300 فلسطيني جثثهم لا زالت تحت الأنقاض. إيصال المساعدات حادشاً. إيصال المساعدات لغزة يجب أن يكون لجميع مناطق قطاع غزة وليس للجنوب فقط، لأن هذا يعني دعوة للتهجير من الشمال إلى الجنوب. ونحن نرفض رفضاً قاطعاً إقامة أي معسكرات جديدة في جنوب قطاع غزة، لأن هذا يعني تفريغ الشمال كاملاً. والمساعدات يجب أن تتم مع العنوان الشرعي للشعب الفلسطيني ومؤسسات الأمم المتحدة والهلال الأحمر. والشكر لما تقدم مصر من تسهيلات عبر المعبر ضمن ظروف استثنائية.